في الضفة الغربية استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم جنين والتي اعتقلت عددا من الفلسطينيين. الجيش بطخ عليهم، الجيش بطخ عليهم. قتل وإصابات ومداهمات واعتقالات بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم جنين بقوات مدججة بالسلاح والعتاد العسكري، وداهمت منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقلت العشرات منهم، ما أدى لاشتباكات مسلحة استمرت لساعات بين جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين. طبعا ما يفعله قوات الاحتلال في منطقة جنين بالذات، لأن هذه المنطقة التي يخرج منها المقاومة الفلسطينية أكثر مناطق هي ومناطق أخرى، لكن جنين بالذات يعني يخرج منها الكثير. فلذلك قامت بقتل الشهيد هناك. لذلك يعني نطالب الجهات الدولية، الاتحاد الأوروبي الذي يبحث عن في أوكرانيا عن أي يعني مشاكلها بروسيا، أن تطالب الاحتلال بانسحاب من أراضي السلطة الوطنية، حماية المواطنين. نحن شعب قابع تحت الاحتلال، نطالب الإدارة المدنية بأن تقوم بالتنسيق لحماية النساء والأطفال والشباب. أسفرت الاشتباكات عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 4 آخرين وصفت حالتهم بين الخطرة والمتوسطة، بعد أن تمكنت الطواقم الطبية من نقلهم لمستشفى جنين ليحاصر الجيش الإسرائيلي المشفى ويعتدي على المواطنين داخله، لترتفع حصيلة الشهداء لاثنين بعد أن ارتقى آخر متأثرا بإصابته. كعادته الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم وفجر هذا اليوم قام باقتحام مدينة جنين وقتل مواطنين عزل. هذا القتل الذي يمارسه الاحتلال اليومي من جراء اعتداءات وحشية وهدم منازل المواطنين الساكنين بها ومصادرة الأراضي اليوم، جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال اليومي في ظل حالة الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي. يجب تفعيل مسار محاكمة هذا الاحتلال باتجاه أن هنالك فتح ملف هذه الجرائم اليومية. لم يسلم أهالي مخيم جنين من الاعتداءات الإسرائيلية بشتى أنواعها، حيث طالت الاعتداءات ليلة أمس حملة اعتقالات واسعة للمواطنين الفلسطينيين وإدراجهم تحت بند الاعتقال الإداري، فيما أعيدت اعتقال أسرى محررين من داخل المخيم. حالة من الغضب والحزن يعيشها الشعب الفلسطيني في مدنه ومخيماته بعد أن كانت ليلة قاسية على مخيم جنين، بينما المؤسسات الإنسانية تكتفي ببيان شجب أو استنكار. عبد الهادي فرحات، لقناة اليمن اليوم، فلسطين المحتلة.